أنا يا مصبورة الزمان. بقولك يا دودو يا حبيبتي، ما قدرتش أسكت، البنت استفزتني موت. قاعدين بنتسحر بقالها الساعة ونص، واقفة عمالة بتتصور على السلم، حاجة في منتهى الاستفزاز، وهي بنت دميمة. والله العظيم يا فوف، عمالة بقى تعمل وش البطة ووش القطة، وهي أصلا عايزة تتضرب على وشها بالشبشب. لا 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 لا، غريبة جدا. واللي أغرب منها صاحبتها اللي كانت بتصور نفسها بالسيلفي ستيك وشايلة الكاميرا كده، هو عاملاها فوق دماغها كأنها عمود نور. والله العظيم البنت مش قصيرة، بس طالعة في الصورة اللي نزلتها على الفيسبوك كأنها قزمة 20 سنتي. طب انت مش بتتنيلي تعرفي تستخدميها، جايباها ليه؟ والله العظيم يا فوف، وعمالة تتصور لوحدها، مش عارفة ان السيلفي ستيك دي الناس بتجيبها عشان توسع الصورة لو فيها عدد كبير، بس هي كده هتعيش وحيدة وتموت وحيدة. لا لا، المفروض ما كانوش يجوا السحور امبارح خالص، ده ما كانوش قاعدين مع الناس خالص، حاجة في منتهى قلة الأدب وقلة الذوق. وبعدين كل شوية البنت المجنونة تقوم تصور في نفس الحتة، طب هو صوري في حتة تانية، حتكم القرف. يلا أنا كده كده مش رايحة لا أفطر في حتة بره تاني ولا أتسحر في حتة بره تاني. من خرج من داره اتقل مقداره يا دودو. ماشي حبيبتي، لا أنت تيجي تنوري في أي وقت. ماشي يا فوف، باي باي يا حبيبتي. مش ممكن لسه قايلة للحيوانة دي من ساعتين إنها تمسح الأرض ولا تشوف حد يمسحها، هتلزق كده أهو. وكوباية العصير اللي جوز الحيوان ده اتكابل فيها وهو نازل بيجري. يا سعدية، أنت يا زفتة يا سعدية، طلعت عيني وأنا اللي خلفوني. دولة، أنا تعبت من الزعق كل يوم، خلاص ما بقاش فيا مرارة استحمل، بالإضافة إن أنا مش لاقية السبب للزعيق. البيت وعايشين فيه إحنا الاتنين 100 فل و14، شغالين على قفا من يشيل، عايزة مني أنا إيه؟ أنا دوري إيه؟ أنا عايز أفهم حاجة بقى، أنت إزاي بتتعاملي مع الاتنين الشغالات اللي موجودين هنا وهما ما بيتكلموش عربي، ولما أنا بكلمهم بالإنجليزي ما بيفهمونيش أنا؟ أنت قايلة لهم ولا جوزك الحيوان ده إن هما طلباتي ما يعبروهاش ولا إيه؟ بتعامل بإيديا يا دولة، بلغة الإشارة. أمال إيه؟ يعني مثلا تقول لها عايز أمسح، فشاور لها كده إن أنا بليط الأرضية بالخيش. أقول لها مثلا خش الحمام نظفيه، أروح مشاور لها على الحمام وأروح دعك لها إيديا الاتنين في بعض عشان تصبنه، وهكذا عادي. لكن أنا أول معلم نتأمر ضدك دولة، وبعدين أنت بتعرفي كل اللغات، تقدر تكلميهم عادي وأمريهم باللي أنت عايزاه وهم يعملوه. ما هم بينفذوش حاجة، ما بينفذوش حاجة. ما هم دول برضو ما يحبوش الشخط والنطر يا دولة، دول جماعة أجانب ما لهمش في الكلام ده. بالراحة أخت عليهم شوية، فهميها بالراحة، ها حنينيها كده، تعمل لك اللي أنت عايزاه. تعرف البت من دي بتاخد لها قديه في الشهر؟ البت من دول تاخد لها بتاع 700 دولار. دول بيصرفوا صرف يا دولة. طلع المعلم طلع عينه حبيبي ده. وهو فين المحروس عشان ازعله على الاتنين الاغبياء اللي هو جايبهم يشتغلوا في البيت هنا؟ المعلم حالته حالة، في قلق كده وفي حاجة مش طبيعية. وبالرغم من ذلك لقيته بيقول لي احنا لازم كلنا نغير جوا سعدية، وهصفركوا سفرية لا عمركوا حلمتوا بيها ولا شفتوها حتى في التلفزيون. سفرية تاني بقى ان شاء الله. اهو ده المعلم، اهو المعلم وصل، اهو هنفهم منه كل حاجة دلوقتي. ثانكيو يا زينب. 1 دبل اسبريسو بليز. السلام عليكم يا جماعه، الواحد تعبان قوي. انت لسه هتتنقل طار؟ فين الباسبور بتاعي يا حرامي؟ حرامي ايه بس يا دولة؟ بس سيبينا في اللي احنا فيه، انت عارف انا كنت بعمل ايه؟ كنت بتهبب ايه؟ كنت بحجز لنا كلنا رحله الى جزيره ميكانوس، جنه الارض، لازم نروح. انت يا لهبل يلا، ولا ايه نظامك؟ انا ما بقتش فهمك، ميكانوس ايه اللي انت عايز تروحها؟ انت مش عربيتك لسه مسروقه امبارح؟ يا دولة لازم تفكريني كده يا ستي. بس اسمعي كلامي، احنا كلنا محتاجين نغير جو،
أنا السرايط بتاعتي دي كلها اديتها لضابط المباحث لما بلغنا امبارح، وهم وعدوني ان هم هيفرغوا ويمسكوا الحرامي اللي سقط العربية ده. حاسة انه في انا وانا كبيرة كمان. استني بس يا دولة، واحدة واحدة على الراجل. معلم، اما كانوس دي اللي هي فين يعني؟ اللي هي فيها ايه؟ ناحية مارينا؟ ناحية مارينا ايه بس يا سعدية؟ ده انا طلعانة عيني في التأثيرة بقالي اسبوعين عشان اطلعلك سنجل. واخويا تأشيرة ايه؟ يعني احنا مسافرين خارج البلاد ولا احنا هنعمل ايه بالظبط؟ ثم لازمتها المصاريف الكتير لو احنا هنسافر برا مصر؟ ما نمسك ايدينا ونصيف لنا هنا في اي حته. سعدية، مفيش وقت، لو سمحتي طيرتنا كمان شوية. أرجوكي حضري أي هلبتين بسرعة كده ليكي وليا، وانت يا وليا انت عايزة تيجي معانا تيجي، بس عايزة خليكي أعلى هنا أهو لحد ما ييجوا يسرقوا البيت كله بيك انت كمان، وأنا يبقى خلصنا. اهدى بس انت يا معلم، مش كده، أنا عارفة إن انت روحك في دولة، وانت يا دولة في ايه بقى؟ ما تبيش كده، والمعلم فطيب منه، الراجل خلاص عاوز يفسحنا. تعالي بينا يا اختي نطلع ايه، نحضر الشنط بتاعتنا، هدمتنا على المشي والمايوهات وشويه بقى اللوازم بتاعتنا وكريمات والصن بلوك. انا تقريبا ابتديت افهم الراجل ده بيشتغل في ايه كويس. ميكانوس وعايز يطلع بره مصر بسرعه، ومرتبك كده وعرقان وشكله غلط. ماشي، خليني معاكم للاخر، بس انا متاكده الناس هتروح في 60 ده. خليك فاكر يا معلم، وخليك عارف ان انا هرشاك يا قذر. طب يلا بينا يا جماعه الى ميكانوس. الله، ايه ده يا معلم؟ ده انا عمري ما شفت حاجه كده، مع انك مخرجنا ومفسحنا في مصر ام العجايب، لكن ده هنا ده حاجه تانيه خالص. المنظر والبحر والاكل يا معلمي طعمه غير الاكل اللي عندنا، او النبي ده حتى السلطه طعمها حاجه تاني. ولا الناس يا معلم حاجه ايه؟ كله بيلمع. انت عارف انا السوق المطعم ده كله مبني من ايه، واحنا قاعدين على ايه، والترابيزه دي معموله من ايه؟ ولا انت مش فاهم؟ ركز كده اشوفك بتفهم ولا لا. هيكون ايه يعني يا معلمي؟ اهو كام لوح ازاز مرصصينهم جنب بعض. انت غباءك كل يوم بيزيد، مش حاسس ان احنا قاعدين في ثلاجه؟ ثلاجه ايه يا سيد المعلمين؟ ده تلاقيه المكيف. الحيوان ده اسمه سوليوس ايس ريستورانت. كل المطعم ده معمول من التلج. بص ساعة ازاي؟ هاتي ايدك الصعدية كده، بصي. ايه ده؟ ده بجد؟ ده صحيحة ولا السوق؟ ده البتاع متلجة فعلا. ده تلج فعلا. ياه، اللي يلحق ده يا معلم؟ تعرف الكلام ده منين يا ابو المعلمين؟ يا نار ابيض، شايفة يا دولة؟ مش بقولك المعلم ده قاري ومطلع، مسافر ولافف، عارف كل الاماكن حتى المطاعم المثلجة. ده الواحد يقعد هنا جبينه ما يزيدش ابدا. جبين ايه اللي ما يزيدش يا وليه معفنة؟ ده انت قذرة وتشبيهاتك تعرف انتك القرف. بقولك يا معلم، انت تقريبا كده طلعت مافيوزو، صح ولا ايه؟ ايه مافيوزو دي؟ ده وش مافيوزو؟ ده وش مسجل خطر. انت عدالتك كان ظابط المباحث اللي جاب اللخت عن العربية ده. انا مش فاهم ازاي هو ما شكش فيك ولطشك قلمين على وشك عشان تعترف انت جبت العربية دي بفلوس ازاي. اعوذ بالله، يعني اكلة سربة نايمة قاعدة في سوليوس، قاعدة في خوليوس، قاعدة في 60 داهية، برضو لسانك صليط؟ ده انا زهقت. ايه يا دولة، لازمته ايه بس الكلام ده وسم البدن؟ واحنا قاعدين في مكان حلو كده وبناكل لقمة حلوة مع بعضينا، ادينا كلنا مبسوطين مع بعض، ما ترويه كده. ايه ده انت بس يا سيد المعلمين؟ مفيش حاجة، وانت مش عارف دولة عشرة السنين العمر كله طبعها كده يا معلم، هي كده تحب كده تقعد تجر في شكلك. طب استنى السعدية كده، استنى جاتلي رسالة. ايه ده؟ سوليوس بيسلم عليك
أنا بتراقب ولا إيه؟ المعلم اللي بيراقب بقى بيتراقب ولا سوكا؟ خدي بس تعالي هنا، خدي أما أقولك زفت. أيوة يا معلمي خير، سيبنا يا معلمي كده في وسط الخير والنغنغة والعيشة اللي احنا عايشينها دي. ساكلك مش هتعيش خالص، اطلب الحساب اطلب الحساب. شفتوا يا جماعة، انا كنت متأكدة انه في ان في واحد قاعد في المكان الجميل اللي كنا قاعدين فيه ده، والمزيكا اليوناني الجميلة والاكل الطعم اللي كنا قاعدين بناكله، وفجأة يقوم يفز كده اهو. اكيد اكيد حد بعت له حاجه هددوا فيها، او قال له ان هو جاي يدقه في الارض زي المسمار. يلا يا خبر، النهارده بفلوس بكره هيبقى ببلاش، بكره في نفس الميعاد نتقابل برضو يا ولاد. سلام.